تاعي وين هو قال لي وين هضرنا ونا شونجي دي زابيل تو سا ونقال لي تهم في لوجيستمون تهم فريق اتحاد العاصمه حبوا يرشيو الماء اللي جوا تاعو تهم اتحاد العاصمه عم جايبين دراهم مجاو باش لاخات وسا. عن مشاهدين هذا وسربت سهرة أمس الأربعاء المكالمة الهاتفية التي جمعت بين المدير الرياضي لشباب قسنطينة طارق عرامة ورئيس شبيبة القبائل شريف ملال والتي يتهم فيها اتحاد العاصمة بإرشائه للفوز بالمباراة. نتابع التسجيل. ألو ألو ونعم واش راك صافا شوية؟ والله لبس وانت صافا؟ الحمد لله كنت في لونطريمون مع لي جوار. واش الحاله؟ تمشي شويه الحاله او قتلونا او قتلونا. هكا داين هكا معيطوا لهم وصل الدار والاخر. احنا يا سي غادي نجيبوا شي والله نجيبوا في الدراهم وجايين وداروا حاله على بالك. انا قافل عليهم باقي يهضروا على البيسبري. هذا التليفون تاع البيسبري تاعنا. حبيبي ياسر غادي يعيطوا عنده وانا ما حبيتش انا قافل عليهم الاخر. ولكن بحكي تاع شي يبكيو. نعم عم يبكيو. على بالي عم يبكيو. يلعبوا الفوتبول وخلاص يلعبوا الفوتبول كيفاش يبكيو؟ الله ما يحشموا هذوك ما يحشموش كاع. الله ما يحشموا ما يحشموش. كيفاش الحال؟ مليحة صافا؟ عندي لي بليسي بزاف عندي لي بليسي. والله غير عندي لي بليسي ديجا ما عنديش اريغ غوش ما عنديش. عندي ذاك صالح بليسي زاد الاخر دا كونتيستاسيون بن شريف هذاك. قال لي الكوش ما عندناش دوكا كنت في لونطينور قلت له هذه كيف كيفاه لازم نلعبوا دي كيري. جامي ربحوا هما لي كيري. الكوش برك يدخلوا بالضربه ان شاء الله. نعم بروبليم على الكوش برك لي زاتاكون تاعنا كامله من هنا عبيد بالقاسمي بكل امانه. الله يبارك فيه. ديجا واش صار لهم في بلوغين المعارض ضربوهم هكا ما خدوش سون فابل كان لو كان ليكيب تاع الشامبيونا باقي تربح لانسيو ها ولا لا؟ يا خويا ساعة واش نقول لك يا خويا زيار وخلاص يا واش نقول لك انا ما عندي ما احنا راح نزيرهم ماشي مشكل هما ما يعرفوش لو كان نتسنى في الاربيتر اللي ديجا عندي امال ولا امالوا لي ايه قلت نقول لك لازم دير الاربيتر انت ناشر ولا ما تديش واحد هكا لازم تطيح الروح قلت نقول لك تبدا مقصف فينا منا على بالي او نعتك انا قلت واحد انا يا اخويا احنا نديرو ابل لي سيبورتير يجو ولا نبعث لكم واحد لابي لما يجوش سيبورتير تاع جي اس كان فون بوجي باسكو تخش فيها دي حوايج اخرين ديجا نهار مع السياسي مع جي اس كان مع المولوديه كشوش داروا علينا جاو ضربوهم وداروا غادي يقول لك راهم جاو وتحاموا فيهم يديروا لنا فيلم لا 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 ما يبعدش بوندرول تاع جي اس كان ما يتحطوش نهار الماتش تاعنا وكنت يسيدينا بوندرول تاع جي اس كان نقول لهم بوندرول ما يجي ما يحطوه غدوه ما يديروا حتى سبه فهمت فهمتني ما فيهاش مشكل ما فيهاش مشكل ولا نعطوا لهم لابريم لي جوا واش تقول؟ ايه لازم تموتي فيهم اللي حتى نقول لك لازم تموتي فيهم بريم مليحه واش بيك؟ دوك نشوفوا ونعيط لك العشاء نعيط لك مازال ما ان شاء الله احنا باسكو هذاك على هنا خايف يعاود يتمشيو لي جوا هذاك على السي غادي يدخلوا لونطريمون يدخلوا لوطيل يسحروا معايا ويروحوا يروحوا لديارهم وعطرهم كل واحد يعسهم. صح. وكل واحد كل واحد راهو معشوش اللي جوار تاعي، روح تروح للدار ديرك. صح. هاكا نعاود لك واحد الساعة نعاود لك، ما تلقوش نعاود لك النيميرو هذا. عيطي بي تاعي الآخر الأول هذاك اللي عيطي. مشاهدينا الافاضل اهلا بكم من جديد. سي مصطفى براف نرحب بك مجددا. للاسف اننا سننطلق في هذا الحوار بهذا التسجيل بين الذي جمع بين رئيس شبيبه القبائل شريف ملال والمدير الرياضي طارق عرامه، يعني مهزله اخرى تحسب على الكره الجزائريه. من المسؤول ومن يتحمل المسؤوليه؟ صح مهزله وحاله مؤسفه. الرياضه ماهيش في هذا يعني الطبع. نظن باللي حتى الاتحاديه اليوم امام المسؤوليه تاعها والرابطه كذلك الرابطه المحترفه في امام المسؤوليه تاعها ولازم اليوم دوك الضرب بيد من حديد نديروا الحد لهذه التصرفات وهذا يعني الحاله المؤسفه.
سي براف، لكن أقطعك اسمح لي، كثر الحديث عن سنعمل وسنفعل وسنقوم بكذا وكذا، لكن الأفعال لم تجسد على أرض الواقع، وهو ما ترتب أمورا ونقاط سلبية وما هذه الأخرى على غرار الكوكايين، على غرار ترتيب المباريات، يعني حتى الأدلة والبراهين موجودة. صح، احنا في كل وقت يعني تبرينا من هذا الشيء، وقلت في مرحلة سابقة قلت بأن اتصلنا حتى بمصالح الأمن باش يوقفوا هاد الناس هادو ويطلعوا على الأمور ويديروا يعني دي زونكيت على الناس هادو اللي راهم يوزعوا حتى الكوكايين عند الجوار. لكن نظن باللي إن شاء الله في الأيام الجاية البرنامج راح يتغير، والنيابة رايحة يعني تاخذ الإجراءات اللازمة القانونية باش إن شاء الله نديروا الحد لهذا، بدون ما تكون العدالة داخلة في اللعب ما تقدر تدير أي شيء. اليوم الحمد لله العدالة راهي حرة ومستقلة. العدالة مصطفى، سيد مصطفى براف، حرة مستقلة، لا تظن أنه حان الوقت للحراك الرياضي أيضا؟ لا، الحراك الرياضي، الساحة الرياضية الجماعة تاع نظن باللي اليوم راهم راهي في هدوء وراهي في احترام متبادل. أهم المشكل هو في بعض من الفرق، في بعض من الأندية نتاع الذي شوه صورة الرياضة كرة القدم. ولماذا الاتحاديات، يعني حتى الاتحادية في حد ذاتها وكذا الرابطة، علاش ما ضربوش بيد من حديد حتى الآن؟ يعني الكوكايين يعني نعلم العام والخاص يعلم أنه في حال ثبت على أي شخص تناول مخدرات أنه يذهب مباشرة إلى السجن. احنا تبقى في حدود المعاقبة أنه اللاعب ما يلعبش عامين ولا 4 سنين وسلام عليكم. أين هي العدالة؟ أين هي التحريات والتحقيقات؟ المسؤولية في أول درجة هي مسؤولية الاتحادية، والإجراءات القانونية تتخذ بدائيا من طرف الاتحادية. لكن النيابة العامة ولا النيابة هي اللي عندها السلطة باش تتحكم في الأمور وتفتح تحقيق على أي شيء. ونظن باللي في هذا الجانب الأمور راهي مقضية بعين الاعتبار، وبدون شك في الأيام الجاية يكون تحقيق شامل وكامل على هذه الظاهرة هذه، وخاص ماهيش غير هي، حتى المنشطات فيها جماعة راهي توزع المنشطات، والمنشطات لحقت حتى الصغار، حتى اللي بتيت كاتيجوري ولاو باش ينوضوا يخدموا ويعملوا في الميدان، يعني في الاستاد وفي الاتيان راهم يستعملوا المنشطات، وهذا يعني دليل ان الامور راهي معقده بزاف، ولازم التدخل نتاع العداله والتدخل نتاع مصالح الامن. نهضه ككل، يعني الجميع الفاعلين خاصه في الرياضه ايضا. سي مصطفى، احنا راك عارف بان ما عندناش سلطه باش نفتح تحقيق، ولا عندنا الصلاحيات نتاعنا ان نبلغ. لأن هل بلغتم؟ يعني المهازل والكوارث كانت كثيرة. بلغنا لعدة وزراء، ونظن باللي هما كانوا في ظل الهدوء السياسي والهدوء تاع الجمهور وكذا، وكانوا في انتبارات أخرى وخادين اعتبارات أخرى. ونظن باللي أنا شخصيا في كل وقت وفي كل الميادين، في كل العلاقات مع السلطات العمومية ولا حتى مع الصحافة، في كل وقت قلت لازم الصرامة، ولازم اليوم هذه الظاهرة هذه نحبسها، ظاهرة العنف لازم ناخذه بعين الاعتبار، بأن العنف هذا راه ياخذ طريقة أخرى في الجزائر، خاصة هذا الموسم. يعني شفنا من جميع المهازل والكوارث، الدروغ، المنشطات، ترتيب المباريات، ما يحدث، قضية الرهانات التي خرجت إلى الساحة الإعلامية، وما قالته جريدة ليكيب الفرنسية حول نظن باللي كانت فيها أولويات. اليوم دخلنا في ظل
التحقيقات و العمل الفعلي، وهذا الناس كلهم رايحين يروحوا للسجن، لان هذا هو المكان تاعهم. لما يخص درك هذا الروايه هذه، كل واحد ولا يغني في بغناه، نظن باللي هذا من مسؤوليه الاتحاديه، عندها قوانين وعندها لوائح، ولازم تاخذ باجراءات صارمه ضد الناس هذوما اللي راهم يخلطوا في الرياضه، وبالك البعض منهم عمرهم ما مارسوا الرياضه للاسف، عمرهم كان اللي عمرهم ما مارس الرياضه. رجل اعمال يعني رجل اعمال ويصبح يسير في الاموال، وحتى الاموال هذه اللي راهي تمشي في الخفاء لازم الناس تطلع عليها. الجوار يخلص 200 مليون ويدي 100 وكذا، وفيه يعني تصرفات غير يعني قانونية. سي مصطفى، ما رأيك أيضا، ما رأيك في التصريحات المثيرة للجدل لرئيس شبيبة القبائل شريف ملال وهو يتقلد رئاسة الكناري لأول مرة؟ يعني كان تحدث على سرار، كان تحدث حتى عليك أيضا سي مصطفى، يعني ما هي علاقتك الآن مع شريف ملال؟ فيما يخصني أنا ما عندي حتى علاقة معه، وأنا قلت باللي سمحت له ما راحش نرجع علاش نذكره احنا برك سي مصطفى هذا التصريحات نتاعو. فيما يخص التصريح، يعني انت تسمعوا اليوم يهدر يعني في مكالمة هاتفية حول ترتيب مباريات، يعني نظن باللي هذا الشيء من مسؤولية الاتحادية، والاتحادية لازم تعمل حد لهذه الأشياء. ودرك إلى الأخ هذا التصريحات نتاعو مسبوغة بحقائق، حتى الناس هذوما اللي راهم يديروا في المناورات هذو اللي تختلف على القانون لازم تكون إجراءات ضدهم. سي مصطفى، يعني ما تشوفش باللي نحن الجزائريون نجني ثمار بعض الاتحاديات التي تم انتخاب رؤسائها بطريقة أو أخرى، على غرار اتحادية كرة القدم، كرة اليد، الملاكمة، ربما حتى أهم الاتحاديات في وقت سابق، في وقت الوزير السابق ولد علي. شوف، أنا قلت بأن المسؤولية وزير شبيبة ورياض تكلم وقال بأن المسؤولية تخص بقرارات تاع الجمعية العامة اللي تحترم من طرف كل الأطراف، السلطات العمومية ولا الحركة الجمعوية. أنا نظن باللي كان وقت وين كان ضغوط كبار على كل أعضاء الجمعيات العامة تاع كل الاتحادات، وما ندخلش في التفاصيل. ضغوط هادو يعني كانت حتى ضغوط أمنية إدارية، يعني غير رياضية من كل نوع، هناك غير رياضية من كل نوع، خاصة وأن الضغوطات تقابلها قوانين، لكن واحد تسير عليها سي مصطفى. لكن شفنا بأن كاين رجال ونساء ما مشاوش في العملية هذه ووقفوا وقالوا لا وكذا وكذا، ونظن بلي هذوك هما اللي انتشروا، لأن الواحد حتى كي يكون في الحركة تاعو في الجمعية تاعو ويكون راسه مرفوع، لو ما كانش ضغوط ولا لو كانت ضغوط لازم الواحد يكون راجل ويكون صح يحتفظ على الشرف نتاعو. لكن اليوم بعيدا عن الضغوط، هناك قوانين تسير عليه هذه الاتحاديات، لازم الرد صد صاعين، كما صاع صاعين، يعني هناك لحد الآن رؤساء اتحاديات ما زالوا يسيرون ويصلون ويجنون في هذه الاتحاديات. دوك الأمور تخص بالجمعية العامة، أنتم شفتوا حالة الاتحادية تاع كرة القدم، كل الناس تتكلم، لكن عندما راحوا للجمعية العامة صادقوا كل على القرار المالي والأدبي، يعني الشيء اللي يتكلم به تتكلم به هذو المسؤولين تاع الرياضة والشيء اللي يجري حقيقة، يعني كاين فرق. لازم الحراك يا سي مصطفى، لازم الحراك حتى في الشخصيات هذو اللي يتكلموا حاجة ونهار الجمعية صح أو صح يقروا حاجة صح الحراك تعكس تماما، يجي من الناس تاع الرياضة هذه، صح حرك رياضي. نعم الحرك رياضي، ما يكونش ما تقدرش تقول انت واحد ما هوش عضو في جمعية عامة يدير الحرك في دوك، انا مانيش عضو في لا فلان نروح ندير الحرك في لا فلان، يعني مش ممكن. يعني نفهم اننا الان يعني ثمار مخلفات ما حدث في عصر او في وقت الوزير السابق ولد علي.
يعني احنا انا نظن باللي الوزير الحالي راه خدا بعين الاعتبار كل وفي في من كل النواحي الامور من الناحيه القانونيه اولا لان كان فيه بعض من الاتحادات يعني كانت فيها دي ديسفونكسيونمون كما نقولوا وطلع الامور وخذا القرار طبقا للقانون فيها الملاكمه ايضا اقترحت الملاكمه فيها الدراجات كره اليد الامور راهي تمشي نضل ب بكل صرامه وبكل باحتفاظ القانون وهذا هو اللي يربطنا كامل القانون هو لكن سي مصطفى يعني بعض اعضاء كانوا تكلموا معنا بعض اعضاء الجمعيه العامه لاتحاديه الملاكمه قالوا حتى انت تدخلت وكنت عينت الرئيس انا اليوم راني صايم والله لازم هي فرصه هي فرصه سيد مصطفى يعني راك استغليناك راك نقول لك الراي العام يعني انا نقول لك نتدخل على الحق لكن والله في القضيه هذه ما تدخلت في حتى شيء يعني حتى في السيد هذا هو من مليانه ونظن باللي حقروه وظلموه لأن كان في وقت سابق خدا موقف تاع رجال وقفت معه والوزير الشباب والرياضي استقبله وقدم له ملف قدم له قرار تاع المحكمة الرياضية الجزائرية بكل وضوحة وقدم له صبغة تنفيذية من طرف المحكمة والوزير واش حبيت يقول له تطبيق القانون وتطبيق قرار المحكمة يعني ما نقدرش نخرج من تم هما على كل حال طلعوا هبطوا ولكن ما يتكلموش بلي هذا الأخ هذا خدم شهرين في الاتحاد هذا تشيك ما مضاش حتى شيك ما مضاش حتى بوند كومون قالوا له شو تصير يعني كي تحب يقولوا بالفرنساوي اللي حب يقتل الكلب تاعو يقول باللي راهو راجي وهذا هو اللي صدر السيد خدم عامين خدم شهرين هل ترى شهرين ما داش حتى تسليم المهام وقلت لك الشاك ما سينياش وصبح في السود السير يعني باش يدير السود السير لازم يسير السيد ما سيرش سي مصطفى رجع له حقه سي مصطفى بيراف يعني بعض من المتتبعين والفاعلين في شؤون كرة اليد يقولوا سي لعبان أنه تمادى حتى من أجل تغيير بعض القوانين في حين أن الوزارة هي الفاصل الأول والأخير في تغيير قوانين الاتحادية هل له الحق في ذلك؟ نظن باللي وزارة الشباب والرياضة هو معالي الوزير يتكلم ويعاود بأن ما عنده دخل في الاتحادات لو جمعية عامة تأخذ قرار نحتفظوا به ونحترمه لكن الناس كما قلت تحب تأكل الشوك فم الناس لازم واحد لما دابين نعرفوا حقائق يعني للرأي العام لازم تعرف الحقائق الأمور عندما تكون تخطي القانون عندك حق الطعن وعندك حق الطعن أمام المحكمة الرياضية أمام المحكمة الإدارية أمام وزير الشباب والرياضة اللي هو مسؤول على القوانين نظن باللي كاين فيه طعن على فيما يخص الجمعية العامة غير عادية اللي فاتت وهو بدون شك راح يطالع مع ناس القانون وياخذ إجراءات هو الأهم شيء أن اليوم أصبحنا في حركة جمعوية تسير بكل يعني استقلالية لكن مصطفى يعني كل دلائل واضحة وموجودة يعني في كل اتحادية تم اختيار رئيسها أو أعضاء مكتبها التنفيذي بطرق أو أخرى وطرق مشبوهة الصورة تماما نشوفها على الواقع نشوف بطولة مهازل نشوف فرق يعني أداء محتشم يعني الدلائل واجدة يعني وكاين على أرض الواقع درك هادو ما كاع جزائريين و انا نظن بان بعض من الناس كانوا مترشحين وساعدتهم السلطه انذاك باش حقيقة. بظروف بطرق ولا بظروف عاديه يعني انا نظن باللي اليوم من حق الجمعيه العامه
أن تقوم كرجل واحد. ورجل واحد. وبالأغلبية الديمقراطية صح. حتى عند المسلمين صح. إحنا عندنا الجماعة، الجماعة هي اللي تأخذ قرارات. ما نقدرش يعني اليوم نقول الوزير ولا رئيس اللجنة الأولمبية يتدخل مباشرة في قضية، لأن قوم ومن بعد تبقى للقانون، ومن بعد الناس صح. اللي متكفلين بتسيير القانون يقفوا معك، لكن ماشي انت تقعد في الكرسي وترفد صح. يدك، لازم تحرك وتقول لا هذه غير قانونية. صح صح. سي مصطفى، حتى عشية انتخابكم لعهدة أخرى على رأس القوة، يعني كان هناك أمر مدبر بليل، يعني حتى ربما في هذاك الوقت نشهد أنه الإعلام وحتى البث المباشر كان ساعدك في هذه الجمعية الانتخابية. ماشي قاع، ماشي قاع، على كل حال وكثر خير اللي ساعدني، لأن كنا قاع على حق. صح، كانت كاين أطراف كانت تبحث باش تسحب منك الثقة. كان فيها أنا ذاك وزير عطاولو تعليمات بأن مصطفى براف لازم يغادر وتكلم معايا في الموضوع. شكون اللي عطاولو تعليمات؟ يعني رانا متحرين هناك حرار، يعني هو يقول من الفوق، هو يقول من الفوق. شكون نعرفو الفوق؟ عصابة، عصابة، أصحاب الفوق، عصابة هذه، عصابة هذه. هو يقول، كان يقول أنا ذاك، هو ذوك على كل حال راح ومن باب الشرف باش الإنسان ما يتكلمش عليه، لكن تاريخ يسجل، لكن هو يقول بأن جات من الفوق، وأنا قلت له أصحاب الفوق عصابة. لا ما قلت له الشعي صابة، قلت له يا ودي اصحاب الفوق هذول يتكلموا معك، يتكلموا معي مباشرة. صحيح. قال لي يتكلموا معك انت، قلت له انا صغير هذا العبد البسيط اللي راه يتكلم معك، اللي يهضر معك يهضر معي مباشرة. انا راني في ظل يعني على رأس منتخب، على رأس هيئة معترف بها دولية، غير نون غوفرنمونتال، غير حكومية، واللي يتكلم معك يتكلم معايا. يقول هل كنت تتعرض لضغوطات في تلك الفترة سي مصطفى براف؟ ضغوطات كبار. انت بين دوك الأسرى الحراك، يعني صراحة نور الرأي العام، الحق الناس يعرفوا سي مصطفى، انت كرجل رجل يعني قوي في الرياضة والصحة منذ الإصلاح الرياضي سي مصطفى. انا نظن باللي مانيش رجل قوي، راني مواطن بسيط ومواطن اللي يحتفظ على الحقوق نتاعو ويحتفظ على الواجبات نتاعو. انا تكلمنا في الموضوع مع المكتب التنفيذي نتاعنا ليله الانتخابات، وقلت لهم انا تعبان وكذا، كنت مريض، قلت لهم يا ودي نشوفوا واحد فيكم نديروه وننهيوا المشكل هذا وكذا. واحد نقول لك واحد 15 يوم قبل من الانتخابات قالوا لي لا لازم تكمل هذا العهد وكذا، وحنا ومن بعد نشوفوا كيفاش نضمن وحنا وكذا. قلت لهم دوك نشوف نخمم، ولو ما يعني بالك لو ما قاليش لازم قالوا لكم من الفوق تسحب، لا كنت نسحب انا وحدي. يعني تغني ولينا في القباحه، تغنت خايف الجزائريين ما يحبوش القباحه. كلامك احترمني، نحترمك يا خويا، ما تدخلش في كما يقولوا في الديجويمات، كما انا ما نقدرش ندخل في صلاحيات وزير ولا صلاحيات انسان في الدوله. نظن باللي من بعد شفنا بعض استعملوا طرق غير شرعيه وغير ادبيه. مثلا قدمني واحد من ارباب العمل في الجزائر قال لي لازم نتلاقاو. إيه قلت له معليش نتلاقاو علاش؟ قال لي لا لازم نشوفك كذا. قلت له انا تشوفني على انا ما عندي درام، ماني رب عمل، ماني انفستيسر، ماني عايز تشوفني واش علاقتي. قال لي لا احنا نشوفو وكذا وصحاب وكذا. قلت له يا ودي انا راني مشغول مع الانتخابات. هو نظن كان حاب يقول لي اسحب ولا ما كاش كذا وكذا وكذا، يهددني. بعد لاحظنا بان كان فيه عشاء في الريستورون تاع الجولف تاع دير ابراهيم. الوزير نظم عشاء كبير وكذا وكذا. كي كملنا العشاء كان حاضر رجل الاعمال هذا. ها كان حاضر رجل الاعمال. غادرنا الساحه والوزير لم كاع رؤساء الاتحادات واعضاء الجمعيه العامه، وقال لهم الدولة ما تحبش مصطفى براف، يروح بالملاحة ولا بالقباحة يروح. إيه
هما واش كل واحد كيفاش خمم وكيفاش كيفاش طالع على الامور. بعد احنا كي طلبت مني حاسبه بالمرقه ونحييها بالمناسبه وبنيدا ابطال الاولمبيين ابطال الاولمبيين وشرف الجزائر على المكتب التنفيذي قالوا لي لازم نديروا اجتماع. درنا اجتماع في الليل قالوا لي لازم ناجلوا الانتخابات. قلت لهم لا نروحوا للانتخابات احنا مطوعين لو الناس يحبونا نقعدوا ولا ما يحبوناش نروحوا لديورنا والصندوق هو الفاصل. قالوا لي راه دار ضغوط عليهم وراه وكذا وكذا وكذا. قلت لهم يا ودي ديروا شي حب الصندوق كل واحد كيدخل في الصندوق يأمر على حسب ضميره. والحمد لله خرجت والحمد لله اللي كانت الصحافة حاضرة وبالمباشر وكذا. ومن بعد قال لك راكم سرقتونا بصح سرقنا شكون؟ سرقنا شكون؟ هذا انتخاب تاع اللجنة الأولمبية وغير حكومية وسرقنا شكون؟ سرقنا الدولة في الفوط. ما كناش ضد الدولة، احنا خدامين تقريبا خدامين ذا على الجزائر. يعني حتى الانتخاب كان بالأغلبية السابقة الحمد لله موت لقاء الحمد لله محمد عبد الله الحمد لله الفريق يعني ما هذاك الوقت زادت تشنجت العلاقة مع الوزير تشنجت بعدوا لنا في المصارف سلفنا لهم المصارف كاع المبلغ تاع اللجنة الأولمبية سلفناه باش نحقوا بعض من المصارف نتاع المشاركه والتحضير تاع اللجنه تاع الحركه الاولمبيه بالمشاركه في الالعاب الاولمبيه. سمحنا قال لك سرقتونا ودرنا معاهم يعني. لكن المبالغ استرجعتوهم المبالغ الماليه؟ نعم مبلغ المالي استرجعتوهم رجعوهم. وشكون اللي دخل وعاونكم في هذا الامر؟ لا هو سيسل عبد الملك كان طلب مني باش نسلفوا قالك فيه مشكلة تاع الميزانية وكذا وكذا سلفوا لهم ومن بعد قوموا بقاع المصارف ويرجعوا لكم. عندما لحقنا للوضع وين ما حبش يرجع لفلوس تاع اللجنة الأولمبية تكلمت مع أنا ذاك دولة الوزير الأول وقلت له هذا أنت كنت تعهدت بأن ترجع له. كلموا قالوا رجع لهم دراهم وتحاسب معهم. رحنا تحاسبنا معه يعني الشيء اللي مؤسف ان كل هذوك المصارف اللي تسجلت كانت بالامضاء تاع او هو او واحد من المسؤولين تاع وزاره الشباب والرياضه المصادقه يعني بالامضاء تاعهم. عندما درنا كونترول تاع لي ديبونس كامل رجعوا لنا المبلغ هذاك انتهينا بالامر ولينا راكو سرقتونا. لهذا السبب انا قلت له راه هنا في جيب راه في جيب. استاذ مصطفى براف رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه خليك ترتاح شويه. سي براف حش المرضى سي مصطفى خبر يعني انا فرحني الحمد لله يفرح تكون كثيره وظن باللي حتى معالي وزير الصحه انسان ان شاء الله يكون ضيفنا ويتواصل معنا اكثر طلع مليح على راح يشبعد عاوي راح يشبعد عاوي ان شاء الله راح ياخذ اجراءات ويدير تغييرات في ان شاء الله تكون جميع التغييرات تكون ايجابيه وحتى في القطاع الرياضه. سي مصطفى قبل ان نغلق ملف انتخابات الكوة وما حدث انذاك يعني بعض رؤساء الاتحاديه كانوا ضدك عشيه هذه الانتخابات فيما بعد عاودوا ولاو معايا فهمنا في هذه النقطه بالذات. هذه احنا تسامحنا نعم لان ما تقدرش تعيش بالبغض وبالحسد يعني بلاين كما يقول لك. تسامحنا وكل واحد يخدم في خدمته. رانا الحمد لله اليوم الامور رجعت الى مجالها والاخوه والروح الرياضيه ان شاء الله يكون درس هذا باش يخدم في طريق صحيح. سي مصطفى في ذاك الوقت وانت اعلم بذلك يعني كان هناك حديث عن تدخل اللجنه الاولمبيه الدوليه من اجل ايقاف الرياضه ككل في الجزائر في ظل ما كان يحدث في تلك الفتره. يعني كاين منها الخبر في حد ذاته؟ كاين منها ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه تكلم معي 3 مرات باش يوقف الجزائر لكن انا ما صادقتش على هذا القرار
وقلت له بأن في الجزائر الرياضة عايشين بالرياضة يعني. الرياضة وتنفس الشعب وإحنا ما نقدرش يعني بيناليزي الشعب على جال العبد البسيط اللي راه معك. قال لي لا لازم باش تفهم باش الناس تفهم هاد الناس تفهم الأمور كيفاش تمشي لازم ناخد قرار. قلت له الحمد لله هو صديق وخذ بعين الاعتبار القرار نتاعي. قلت له هذا قرار يخصني أنا وأنا اللي ضحية معهم يعني أنا راني تحسب لك هذه السيئة نطلب منك باش ما يكونش قرار ضد الأنصار الجزائريين محبي رياضك. سي مصطفى هذه تحسب لك بدون شك يعني حتى سي مصطفى في, في, في كل مرة يتلقى مشاكل من هذا النوع حتى أن كانت هناك ربما أخبار أن بعض الأطراف كانت تحاول حتى سحب ثقة منك وفي خطة يعني نقول متعفنة أو أصحاب المهن المتعفنة يعني في اللي يحبوا ينحيوا منك يسحبوا منك ثقة. كان وقت الحمد لله اليوم رانا مالاش في هذيك الظروف الحمد لله كان وقت وين نقول لك سيسوا الرياضة الرياضة ولات سياسة ولا واحد يعني ناس ما عندهمش علاقة بالرياضة يدخلوا وزير الأول يخرج ولا مدير حملة يخرج لازم يجيب الرياضيين يعني تولات تعفنت تعفنت يعني. ونظن باللي كاين بعض من أنصار وبعض من الأطراف مشاو معهم داروا في بالهم بأن اللجنة الأولمبية هذه يعني عندها سلطة كبيرة وكذا وكذا وهي يعني سلطة معنوية وتحافظ على القانون وتعمل كل ما في وسعها باش تساعد الرياضيين الجزائريين في الأولوية تاع الصلاحيات تاع اللجنة الأولمبية هي يعني الحفاظ على الرياضيين وعلى الروح الرياضية وعلى الفير بلاي وعلى القيم الأولمبية في الجزائر ماشي يعني تحافظ على السياسة ولا تحافظ على أي إنسان لازم يقعد في المنصب نتاعو. لكن بعض من الأطراف التي كانت تحارض للفساد حتى في الرياضة الحمد لله اليوم الأمور عادت إلى مجرى. سي مصطفى يعني والعلاقات ممتازة الحمد لله مع السلطة العمومية والجميع مصطفى برفس قمر أنه ليس سمعة محليا فقط يعني حتى دوليا وإفريقيا وهو رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية حتى أن ملف ترشحه لاقتراح ملف ترشحه لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية قد تمت الموافقة عليها نهن أوكسي مصطفى لازم لعضوية المجلس اللي راح تكون بين 24 و 26 جوان إن شاء الله, لازم نصح حاجة أن الاقتراح جاء من طرف الأستاذ توماس باك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وقبل ما تكون يحب الجزائر هذا سي توماس نعم يحب الجزائر احنا شعب ما كريم يا الحمد لله احنا شعب من خلال زيارة تاعه يعني كان زار الجزائر يعني تحس باللي هذا الانسان يعني عنده ميول للجزائر بعد ما يكون اقتراح من طرف الاستاذ توماس باك يكون تحقيق من طرف لجنة الإيتيك اللي هي متريس عليها بونكيمون الاستاذ بونكيمون هو شخصية بارزة عالمية واللي كان في الأمم المتحدة ومن بعد الجوز للجنة الترشيحات اللي تطلع مليح على الترشيح وعلى الاقتراح نتاع أستاذ توماس باك وتروح من بعد للمكتب التنفيذي اللي هو يصادق ولا ما يصادق إن شاء الله نشوفوك في أنا الحمد لله المكتب يعني ذكر المشاهد الكريم تبقى أنه في حال إن شاء الله كان السي مصطفى بيراف عضو في المجلس أو اللجنة الأولمبية الدولية راح يكون ثالث جزائري بعد كل من السيدين زرقين ومصطفى العرفة. طيب محمودي فقط أريد أن أعرج مع الضيف الكريم سي مصطفى بيراف عن العنف في الملاعب يعني للأسف الشديد أصبحت الصورة صورة العنف في الملاعب سوداوية جدا يعني الكل أصبح متخوفا من التكسير من الضرب من العنف هل من جديد؟ أنا نقول الحمد لله اليوم الأستاذ بدوي دولة الوزير الأول اختابعين الاعتبار الأمر هذا وكان فيه اجتماع نتاع الحكومة الأسبوع اللي فاتت وخداو قرارات اللي رايحة
تسمح أخذ يعني بعض من الأشياء اللي رايحة تكمل مع الظاهرة هذه، ومنها منهم الفيشي نتاع لي وليغان هادو مع الناس اللي كسروا في الصطاد وكذا، و يعني وين يروح أي وين ملعب يروح الفيشي ما يدخلش الصطاد وين يروح، يعني خطوة جدا خطوة مهمة من أجل الحد من هذه الظاهرة اللي نقولوا طغات واستفحلت. صحيح. وفي حاليا راه كاين مكتب دراسات راه يدرس في كل حال بأمر من وزير الشباب والرياضة، فيه مكتب دراسات راه يدرس كل ما جرى في بعض من البلدان وين كان الأوليغانيزم في حداته كما انجلترا كما هولندا حتى الامريكا، كملوا به كل الاجراءات اللي اتخذت في البلدان هذه راح تاخذ في الجزائر. خطوه ايجابيه لما نشوفوا، نقول لك ان شاء الله العند ما عندوش مستقبل، ماذا بينا نشوف النساء نشوفوا رجال نشوفوا شيوخ في الملاعب عائلات. خاصه وان كره القدم هي المتنفس الوحيد لهذا الشعب الجزائري. ربما سي مصطفى براف في عجاله نتحدث على بعض الامور، تدخلك فيما يخص قضية اتحاد العاصمة والفريق العراقي، ربما هل كانت من محض إرادتك أم أن هناك اتصالات كانت من أجل تدخلك في تلك الفترة؟ حتى الكثير انتقدك وانتقد تدخل داعي. تدخل داعي كان في إطار مصلحة الجزائر، ومصلحة الجزائر ماشي نسبوا الناس ونسبوا يعني حركة عسكرية نتاع بلاد واحدة أخرى. ونظن باللي الامر هذا انا اخذت مسؤوليتي لان انا من انصار اتحاد العاصمه، لكن انسان مبروك عليكم اللقب الثامن. الله يعيشك بارك الله فيك. كنت انا حاب نبارك محمودي ولكن معليش مبروك عليه الثامن سقطها لي. هو انا كنت نهار ما قبلت استقبلت السفير العراقي في الجزائر، وكنا في ظل نتاع فرح وقوه، وكذلك اتحاد العاصمه كانوا سعداء جدا بالمباراه اللي داروها في العراق في بغداد، وحسن الاستقبال مع الناس حق باش احنا يديروا لنا حسن الاستقبال في بلادهم ويجوا هنا ما نستقبلوهمش كما لازم الحال. طيب ولو انا الفريق انت قلبي. شعورك يعني الانتماء تاعك خلاك تتدخل سي مصطفى. لا كذلك مصلحه الجزائر هي ما يشتا باش ندخلوا في نزاع. صح يعني ذكاء منك يعني. هذا ذكاء منك بالطبع. وهذا شيء يعني بسيط، بالك الانصار ماشي مطالعه مليح على الامور. صح. شيء بالك تعتبرها باللي شيء بسيط لكن قادر يكون عندها بعد اخر. صح. طيب سي مصطفى براف نروحوا شويه من الرياضه لرمضان، كيفاش يجوز مصطفى براف رمضان وش الحاجه يتشهاها في رمضان؟ اسكو قهواجي مش قهواجي؟ المشاهد يحب يفهم هذه الامورات شويه. الانسان على كل حال في النهار رانا في خدمه الرياضه وفي خدمه الرياضيين، ومن بعد الافطار الانسان يصلي صلاته عباده اكيد ويتلاقى مع احبابه وشوية السهرة تعيوك والقهوة وقلب اللوز والتاي ما كانش ما ولي ماتش ولي كومبيتيسيون وكذا وقلب اللوز ويصبح مكلاكي لكن يعني شوية شوية برك يصير يحافظ على الشجاعة اللياقة تاعو طوال اليوم ولو تعب لكن بالشجاعة. وهل انت من محبي القهوة والشاي ولا القهوة؟ القهوة قهوة زعما راك تصوم صح من قلبك. نشرب قهوة الحمد لله الحمد لله ومع العائلة الحمد لله. صحيح صحيح ربي يسمع دايما مصطفى. يعني نستغل فرصة تواجدك معنا اليوم، يعني سؤال آخر وردك في عجالة، يعني قضية ملف ولد زميرلي، يعني بحكم السمعة تاعك قاريا وإفريقيا، يعني الفاف في تلك الفترة لم تتصل بك، خاصة وأن الجميع يعرف باللي سي مصطفى براف عنده علاقات مع أشخاص يعني فاعلة في الرياضة الإفريقية. سي صراحة ولد زميلي محترم، وانا تفاجأت كي علم بالاستقالة نتاعو. نظن باللي كان انسان ساعد الفريق، وانا لعبت عام في النصرية يعني نعرف مليح بحرية حسين
إيه لا كانت الخطوط الجوية. قبل ما تولي. وكان سي مطرح الله يذكره بالخير هو المدير والوالي تاع الجزائر هو اللي كان الرئيس تاع الفريق. كان واحد العام داروا جابوا قاع أحسن لاعبين في كرة السلة كرة القدم ومع مع فرقاني وإيغيل وكديس الله يرحمه. النصرية صناع أفراح النصرية فريق مشهور و وإن شاء الله الأمور تعود تتهدن و وتعود يعني يعود ما اتصلوش بك يعني نتحدث يعني في اتصلوا بي أصحاب السياسة فيما يخص القاعة فيما يخص القاعة وعاوناهم عطينا لهم الطابي تاع عاوننا لهم الريفاتمون تاع القاعة ومن بعد قالوا باللي الريفاتمون ما يقدروش يديروه لأن القاعة راهي الفريق كرة السلة راه كرة السلة كرة اليد وكرة طائرة لأن القاعة ما فيهاش لي طونشيتي والماء دخل يدخل يعني عاوناها بمبلغ باش يعاودوا حتى أن هذا الأمر هذا صار حدث أزمة هدا داخل بيت نصر حسين هذا من العمليات نتاع اللجنة الأولمبية الخيرية خما رحنا الأسبوع اللي فاتت للقصبة يعني نذكر أنكم كاين البساطات ستوزع على عدة قاعات هنا على مستوى الوطن احنا عندنا يعني سهولات هذه بشرة للرياضيين خاصة الشباب الواحد كما نقولوا بالكارني دادريس بالعلاقة نتاعو عنده بعض من السهولات فيما يخص إعادة النظر تاع القاعات هادو كان فيه علاقات مع مدير العام تاع أكبر مؤسسة عالمية جير فلور هذيك واتفقنا باش كل كانوا في السابق كل ما يبقى في السطوخ نتاعهم يمدوه للبولوني ويمدوه للبلغار ويمدوه يبيعوه في أوروبا اتفقنا معهم ولو يبيعوه هنا الحمد لله ما لا واحد كي يجيب ب80,000 ولا 100,000 دولار ويخلصهم من عند اللجنة الأولمبية الدولية ويجيب 10 قاعات باش تتعاودوا يعني ولو تروح بصفة يعني قانونية وأبل دوفر وكذا القاعات واللي بجوج ملايين مصطفى يعني هذا في حد ذاته يعني قاعة بالبساط يعني تخلي طفل صغير أو ولد صغير يفرح يعني هذا تحسب لك سي مصطفى براه يعني نركز على قضية ملف بشير والزميلي على مستوى الكاف يعني ما يعني حتى الفاف يعني ما خداتش اتصال هاتفي مع مصطفى بيراف بحكم السمعة تاعو قاريا باش يعاونوا خاصة الجميع يعرف ان غياب ممثل عن الجزائر في الكاف راح تخليك تتمرمد على مستوى انا داك اولا كانت يعني غلطة قانونية لان فيما يخص الترشيحات ترشيحات في كل الساحة العالمية الرياضة لازم يكون تشاور مع اللجنة الأولمبية هما على كل حال عمرهم ما اتصلوا بنا وما لو اتصلوا بنا بالترشيح نتاع الزميلي كنا حتى احنا ندخل مع البلدان الإفريقية باش يساعدوا خونا وماذا بينا كاع الجزائريين يكونوا في الساحة الدولية في كل الرياضات سي مصطفى لو يتم الاتصال بك يعني عندنا معلومات أو المعلومات يعرفها الجميع حول ربما إقدام سي عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي الفاف على وضع ملفه على مستوى الكاف هل ستقدم يد العون؟ لو يتم الاتصال بك هو جزائري ومن الواجب عليا باش نوقف معاه ونسهر معاه في عدل التحدي أنا بدون ما نشوف اسم الأخ ولا الأخت اللي راهم مترشحين أن نعمل كل ما في وسعي باش الجزائر يكون في القيمة ويكون مترشح إن شاء الله يعني هذه راح تكون فايدة لصالح الجزائر أننا يكون إن عندنا عضو ويكون في المكتب إن شاء الله ونعمل كل ما في وسعينا لهذا الشيء كلنا لازم الجزائريين لازم يفهموا بأن عندما تكون العواطف نتاعهم يخلوهم بجيه عندما تكون مصلحة الجزائر في اللعب صح. أنا ما نحبكش لكن كي تكون في الجزائر قبل كل شيء في الساحة الدولية لازم ندعمك ولازم نوقف معك
سي مصطفى، قبل ما نمر لملف آخر، ملف الاستحقاقات القادمة اللي تخص الرياضة الجزائرية ككل، وقبل ملف قبل أن نغلق ملف كرة القدم، الجزائر المنتخب الوطني لكرة القدم مقبل على منافسة قارية كأس أمم إفريقيا اللي راح تجرى الشهر الداخل بمصر. ربما المنتخب الوطني سيكون بحلة جديدة مع قدوم الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي. لذكر سي مصطفى باستغل الفرصة للتذكير بالقائمة اللي أعلن عنها اليوم: مبولحي، أوكيجا، دوخة في حراسة المرمى، الدفاع عطال، زفان، فارس، بن سبعيني، بالعمري، مندي، طهارت، وحليش، وسط الميدان في غولي، بن ناصر، قديورة، بوداوي بالقبلة أو هاريس بالقبلة، مهدي، عبيد، في الهجوم محرز والناس، إبراهيمي، بالليلي، بونج وسليماني العائد. سي مصطفى الله يبارك، والله تكهناتكم على المشاركة خاصة الجزائريين، يعني كلهم راهم يستناو أن عنا ماشي نروح نشاركوا من أجل المشاركة فقط. لا، عنا أمال وعنا فريق قوي. المشكلة أن عنا لاعبين قويين جدا بدليل ما يفعلونه في الدوريات الأوروبية. نعم، ولكن لازم الفريق يكون يعني متأحد، ونظن باللي بالماضي احترافي استن بروفيشنال بدون شك راح يقوم بالواجب باحسن ما يرى. راح تكون وراء الشاشه؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله. هو معروف ومشهور، كان معروف ومشهور كلاعب، حتى كلاعب كان مسير ومنسق مع الفريق. ان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون تكون النتيجه ايجابيه ويشرفوا الجزائر إن شاء الله، وهو ما نتمنى. سي مصطفى براف، نروح ملف آخر. تنتظر الجزائر استحقاقات هامة وهامة جدا، بداية بالألعاب الأولمبية اللي راح تكون في طوكيو سنة 2020، وبعدها الألعاب الأولمبية المتوسطية التي سنتشرف باحتضانها بالباهية وهران. هل من جديد حول ما وصلت إليه المنشآت الأعمال على مستوى ولاية وهران والمنشآت التي ستحتضن هذا الحدث الرياضي لها؟ فيما يخص وهران، بكل صراحة أنا ما رانيش يعني خايف. وهران عندها رجال نتاعها، وعندها المقاولين نتاعها، وعندها مسؤولين يعني عندهم كفاءات كبار، خاصة والي ولاية وهران اللي هو عنده يعني من خلال ما تتم إرسال من مادة من وهران، يعني واقف يعني ولاية وهران واقف وصاهر على هذه الألعاب. ونظن باللي أنتم عارفين درنا اجتماع الفترة اللي فاتت، واليوم اليوم الأحد إن شاء الله يكون في اجتماع مع الوزارة مع علي وزير الشباب والرياضة. لكن بعض من الناس راهم يدخموا في الأمور ويقولوا بأن ما نكونوش في الوقت. هذا بينا نوضح الصورة، الجزائر يعني ديما تكون في الوقت والأمر يعني برياضيها ومنشآتها، رياضيين وبالمنشآت والألعاب إن شاء الله يكونوا أحسن ما يرى. فيه حاليا شوية ما نقدرش نقول نزاعات مع الاتحاد سي جي ام، على اللجنة الدولية تاع الألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن لأن احنا اقترحنا بعض من الرياضات وهما يختلفوا في الرأي. واحنا على كل حال بعثنا رسالة وتحت ظل وزير الشباب والرياضة اللي هو رئيس لجنة التنظيم فيما يخص الرياضات، اخترنا بعض من الرياضات وهما حبوا يرجعوهم للألعاب نتاع الشتوية كما لافيرون كما الأمور. إن شاء الله ندرسوهم في الجمعية العامة اللي راح تجري في باتراس في إن شاء الله جوان هذا، وبدون شك راح يعني على العموم يعني المعطيات خلينا نتفائل أن وهران تكون حاضرة. لا، تكون الأمور قاعدة تكون حاضرة، وحتى من ناحية عدد الرياضات إن شاء الله ننتصروا في الجمعية العامة، لأن عندنا أغلبية مطلقة. أنتم عارفين باللي جبنا هذا الجمعية العامة متكونة برؤساء اللجان الأولمبية
نتاع البحر الابيض المتوسط، هما اللي هما اللي يصوتوا. سي مصطفى، بذكرك للالعاب المتوسطيه، يعني في كل مره، يعني كل حدث، كل دوله تستقبل هذا الالعاب هذه، يكون تدخل دوله الكيان الصهيوني اللي تحب تشارك في مثل هكذا منافسات. ربما هل هناك حديث عن هذه الدوله؟ ما كاش حديث في فيما يخص هذا الجانب، لانهم ما همش اعضاء في الجمعية العامة. العام. مش ممكن تشارك في ألعاب وانت ما كنتش عضو في الجمعية العامة. وحنا رانا في نفس الصورة فيما يخص الصحراء الغربية والألعاب الإفريقية. الإفريقية طبعا. في الكونغو كانوا حابين يشاركوا، ما قدروش يشاركوا لأن ما همش أعضاء. من الناحية الرياضية هم أعضاء في الاتحاد الإفريقي، لكن من الناحية الرياضية ما أعضاء، يعني ما عندهمش لجنة أولمبية، ما عندهمش صلاحية. والبلاد الصهيونية اللي راك تخلم عليها ما لهمش أعضاء في الجمعية العامة، ما يقدروش يشاركوا. سي مصطفى، نتحدث عن الألعاب الأولمبية التي ستقام باليابان، كيف هي الأحوال داخل البيوت الاتحاديات؟ هل سنفرح مثل ما فرحنا في عهد مخلوفي؟ هل سيكون مخلوفي جديد؟ وأين هو مخلوفي؟ أنا نقدر أقول لك بأن فيما يخص التحضيرات اتفقنا مع الوزير باش نخلو المسؤولية تامة للاتحادات، إلا فيما يخص كانت فيما يخص الملاكمة، فيما يخص بعض من الرياضيين تاع الملاكمة، فليسي وبن بعزيز ومعظم الرياضيين اللي عندنا طموح معهم على غرار هذه. وش من الرياضات اللي رانا على حسب ان الاتحادية كانت في ظروف يعني استثنائية مفتقة. يعني الاتحادات راهم قايمين بالواجب تاعهم، وفي كل فترة نطلعوا على الامور ونقيموا نديروا التقييم. وشكون فهاد الرياضات اللي راه ان شاء الله نعتمدوا عليها في المساعده، لكن المسؤوليه ترجع للاتحادات. الاتحاد يعني من بين الرياضات اللي راكم تشوفوا فيها قادره تشرف الجزائر في هذا الاولمبياد، هذا فيها المصارعه، فيها الملاكمه، فيها على غرار العاب القوى. طبعا العاب القوى هذه حاليا احنا عندنا امال في الملاكمه. شخصيا عندي امال في فليسي وبن بعزيز، وكذلك في المصارعة كذلك عندنا رياضيين قويين راهم في المرتبة الرابعة في عالمية. يعني هذه في الملاكمة، يعني بغض النظر عن في رفع الأثقال العابري وما نجرى عليها من مشاكل داخل بيت اتحادية الملاكمة وقضية الملاكمين الذين تم إبعادهم، يعني مع ذلك كاين ملاكمين، يعني إن شاء الله في الرأي على في ريو فيما يخص الملاكمة نظن فشل المسيرين. نعم. والرياضيين تاعنا كانوا زادوا في الثقه، اكسيت كونفيونس، صح، وصبح كيما فليسي اليميني كان اخر بن بعزيز خرج المرتبه الخامسه، يعني كان جاز مرحله راه بالبدايه. ونظن بلي هاد المره هاد التجربه لازم تسمح لنا باش ما نزيدوش نفس الغلطه. بالنسبه للمخلوفي، مخلوفي نظن بلي راه يحضر روحو في الخارج، وعنده كل الامكانيات من طرف مباشره وزاره الشبيبه والرياضه قبل ما يجي سي برناوي. واليوم كي جا سي برناوي راه في احسن ظروف، يعني كل امكانيات الماليه والبشرية اللي يطلبها صدقوا عليها وعطوها له، يعني بقى له يحقق النتيجة في الميدان. وهل هناك اتصالات معاه؟ يتصل معكم يعني؟ هو راه في الاتصال مع الاتحادية تاعه مباشرة كل يوم، ورئيس الاتحادية راه يمد على كل حال. بغض النظر عن المخلوفية، هل كاين أسماء أخرى في أم القوى؟ كاين برادة وكاين لاحول رياضات، كاين زوج رياضيين قويين، إن شاء الله يكونوا في القيمة وظروف الملائمة إن شاء الله. يعني بعض الأسئلة وسؤال، يعني كان بعض الأطراف يعني تحدثت عن السيرة الذاتية تاع مصطفى براف وانتقدتك في بعض، قالت
يعني السي مصطفى بيراف اللي كان إطار تجاري في الديوان الوطني للحليب ثم أصبح رجل قوي في الرياضة. لكن لازم نشهدوا تعرف بأن المسيرة الاحترافية نتاعي أنا ما كانش في الرياضة. أنا ما كنتش مدير عام غير في سؤال مهم هذا. هذه المهمة هذا بين الناس يعرفوا هذه وين كنت نخلص في الرياضة. كنت لاعب دولي سابق 11 سنة. كنت من أحسن لاعبين كرة السلة بدون ما فخر كون بعد كنت مدرب وكنت مدرب حتى في بعض من الأوقات بدون رسم. خليها عطينا بعض المعلومات. كنت مدرب بدون رسم يعني باش تفهم. حتى في الياسما كنت مدرب تاع الفريق قائد الفريق ومدرب تاع الفريق بدون رسم. وفي كل وقت يعني كل المسيرة تاعي تاع كرياضي كنت كل خميس والسبت نروح ندرب الصغار. كنت نلعب في الفريق الوطني ونروح نمد الميتان ندرب الصغار في الرويس وبعض منهم راهم رجال وراهم يعني كنت رياضي وكإداري يعني كنت يعني إطار كنت تجاري هذا العمل تاعي. باش نقول لك بأن ما كناش احترافيين. كنا نخدمه في الإدارة ولا كل واحد وين يخدم ونتلاقاو على الستة نديروا التدريب نتاعنا كل يوم. وفي بعض من الأحيان كانوا حتى إجراءات قانونية لتسمح لنا كي يكون يعني تربص تاع الفريق الوطني يعطوك اتيستاسيون تروح بها للإدارة نتاعك يسمحوا لك باش تغيب أسبوع ولا دخولك. أنا كنت في ديوان الحليب وفخور بهذا الشيء لأن بعض بزاف الناس ما يعرفوش هذا بينا توجه رسالة. هذا بزاف الناس ما يعرفوش هذا المهنة هذه. كنت أورالي لأحد شركات بديت في أورالي بعد اليونيفرسيتي رحت لونالي وخدمت في لونالي كإطار ومن بعد نائب مدير ومن بعد مدير ومن بعد مدير عام مساعد ومن بعد مدير عام في عدة يعني دخولك القطاع الرياضة كان كمدير لمركب محمد بوغيا جوزت عام فيه الحليب تاني جوزت صح يعني ما خرجش من القطاع يعني جوزت عام فيه وكان عندي في القطر تريس نظن يعني كنت عضو من أعضاء الفاعلين في الإصلاح الرياضي لا الحمد لله الحمد لله يعني مصطفى كنت من أعضاء الفاعلين فيما يخص ديمقراطية الحركة الرياضية الجمعوية. نعم في عجالة يعني سؤال كل أسئلة سؤال أنا يعني لا أسمح الآن بعد تكلم عن ربما كان واحد قال هذا واش خدمة تأوي الحليب يخلينا صح. أنا راني كنت لعب دولي تاع كرة السلة مدرب عندي ديبلوم تاع أونترينور تروازيام دوغري أونيفو فيدراسيون انترناسيونال و سوليداريتي اولمبيك تاع السيو الله يبارك هذه يعني معروفه يعني على الكل. سي مصطفى بيراف يعني بعض الاطراف تحدثت عن يعني اصبت بوعكه صحيه بعض الاطراف نسبتها لما كان يحدث من ضغوط بينك وبين الوزير السابق سيو تاني. لا نظن باللي جات بعد المسيره نتاع لي كونتاكت اللي درناهم فيما يخص الألعاب البحر الأبيض المتوسط تعبنا بزاف وأنا كنت في كل مرة في كل فترة ندي معايا بعض من الإخوان والأخوات باش نكونتاكتيو للكوميتي أولمبيك وكذا. لكن أنا كنت في كل الفترات يعني كنت نغير. لكن أنا وبالك بنيدا واحد ولا زوج كنا في كل الفترات يعني المسيرة كانت في بعض من الأيام في يومين يعني نديروا ثلاث بلدان يعني هو التعب كان وراء الإرهاق يعني الحمد لله صحة جيدة الحمد لله خلصناها بالصحة لكن جبناها الحمد لله. الحمد لله.
تعطيني شويه القطار هكذا نسال ولدتنا الرياضه اليوم والظاهره الرياضيه ولكن كلينا يعني شرف مع مصطفى سي مصطفى براف فرحنا بزاف بك. انا نخرجك من الرياضه تماما بما انك حققت هذه كل هذه النجاحات وشرفت الجزائر عندك حتى نجاحات في البيت انت عندك يعني اولاد لراجل راجل راهي مراه مراه عندهم حتى الدكتوراه ونجحوا اعطينا سر هذا النجاح وكيفاش وفقت بين العمل وبين البيت يعني المسؤول في الجزائر ليس بالسهل لا غير جو تاع اخوه ومحبه ومكسر معاهم ما فيها حتى ضغط يعني في بعض من الاحيان واحد يوري لهم بعض من على حسب التجربه نتاعو لكن هما الحمد لله في كل وقت كانوا وحتى فيما يخص النزاعات اللي صراو كانوا في القرارات يعني كانوا قرارات صعبة إيه كانوا كانوا دكتوراه في أي مجال البنت راهي في ليتيراتور انجليز بالانجليزي في توجد الدكتوراه نتاعها هذا بالانجليزي والولد دار الاشوسي وحاليا راه على كل حال متزوج و يعني ذاك الشيء وعايش حياتي راك جد يا ذاك الشيء من ذاك راك جد ولا مازال ماكش جد نعم انت جد ام اذا مازال ان شاء الله يعني ذاك الشيء من ذاك الاسد يعني ان شاء الله تصبح جد بالطبع يعني هما خيروا هما تخصصات ولا كنت انت هما خيروا لتوجههم للوالده هما خيروا خيروا تخصصات الوالده ارشيتكت الله يبارك على كل حال واحنا عندنا مدرسه خاصة درنا مع البنك البركة وهم كتر خيرهم شركاء معنا درنا مدرسة في العاشور يعني خاصة وفيها جيبوا لي دي قرايما فيها الأطفال وكذا مرحبا 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 ونقدر نقول لك باللي البعض من الزوالية ما تقريبا ما يخلصوش يعني انت معروف لك الحمد لله ما فيهاش فايدة لكن الفايدة الوحيدة ان احنا هي ابتدائية متوسطة في التربية في قطاع التربية ونربوا الدراري وانا حتى اولادي عندما تلزمت الظروف عيالي قالت لي نشوفوا ليكول بريفي ولا المدرسة نتاع نتاع الفرنساويين وكذا قلت لها يروحوا للمدرسة الجزائرية تاع الجزائريين كلهم كما نجست على المدرسة المدرسة اللي جست فيها يجوزوا عليهم الحمد لله شكرا جزيلا لخالي مصطفى على سعة الصدر يعني الحمد لله فخور بهم الحمد لله شكرا جزيلا ربي يحفظهم على سعة الصدر واليوم يعني كنت معنا يعني حتى ما كنت قاسي في الأسئلة ما حسيناش للوقت كنت قاسي في الأسئلة مع ضيفنا ولكن طيبتوا وشجعتوا بالطبع نقولوا صحة رمضانك وصحة عيدك بلغنا التاع معليش معليش تفضل تفضل أكيد نوجه رسالة لكاع العمال والعاملات تاع شروق لأن عارف الظروف اللي عاشوها اكيد والحمد لله الحمد لله كانوا الحمد لله واقفين ورجال الحمد لله نتاع شرف وان شاء الله ربي شكرا صحه رمضانك صحه بارك الله فيكم صح شكرا جزيلا اذا سيد مصطفى براف رئيس اللجنه الاولمبيه الجزائريه وايضا زميل محمد محمودي في الرياضه رغم الاسئله الجريئه قليله ولكن نشكره بالطبع مشاهدينا الكرام بعد هذا او قبل ذلك زميلتنا اسماء ضيف في الاخبار الدوليه مساء الخير يا اسماء هل من